السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم على الوجه الطويل. وجهك طويل وانت مش لاقي اي نظارة تمشي معاك، تعال اقول لك ايه النظارات اللي هتمشي معاك. ماله يا اخويا، مش عيب. اكتر نظارة هتبقى معاك جميلة جدا وتديك شكل كويس عشان انت وجهك طويل، فانت بتحاول تلبس حاجة تخفي ملامح الوجه الطويل وفي نفس الوقت تديك شكل كويس، زي النظارات الافيتور. النظارات الافيتور دي من اكتر النظارات المميزة للوجه الطويل، تمام. وتعال نشوف كمان في انواع تانية زي النظارات المربعة الكبيرة لتحت، وده شكل الوجه الطويل. دي النظارات هي مربعة تكون بزوايا، تمام، بتكون نظارة فيها زاوية حادة كده بتغطي على وجهك الطويل وبتديك شكل كويس، تمام. وهسيب لك برضو صور تانية فيها مجموعة الوجه اشكال طويل. طيب لا، وانا بلبس نظارة طبية وجهي برضو طويل ومش عارف الاقي نظارة مناسبة لوجهي، برضو ادور على الحاجات اللي زي النظارات اللي انا قلت عليها الافيتور زي كده. من افضل الاشكال الافيتور او نظارات مربعة كبيرة، تمام، دي هتكون شكلها جميل جدا على وجهك، تمام. وهسيب لك كل اشكال الوجه الطويل في الفيديو، تمام، تقدر تختار اي حاجة زي كده هتناسب وجهك ويبقى شكلها جميل جدا عليك.